شاهدوا دانيالا رحمي بين أحضان نصيف زيتون في أول ظهور معا بعد الزفاف، والجمهور ليش مخبتي؟ هذه برحبوا فيها كنجمة، اليوم أنا برحب فيها كنجمة وكمدام زيتون، أهلا وسهلا فيك. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو شاركته الفنانة اللبنانية دانيالا رحمي على حسابها الرسمي عبر انستغرام، ظهرت فيه برفقة زوجها الفنان السوري نصيف زيتون، وذلك في أول ظهور لهما سويا بعد صور حفل الزفاف. وفي التفاصيل، نشرت دانيالا مقطع الفيديو عبر خاصية الستوري على انستغرام، وظهرت فيه وهي تحتضن نصيف زيتون الذي لم يظهر وجهه في الفيديو بشكل كامل. كل قوة قلب غمرني وخليني حدا. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المنشور واستغربوا من عدم وجود نصيف بشكل كامل، وجاءت التعليقات على الشكل التالي: ليش مخبتي؟ وكانت قد تلقت الممثلة اللبنانية دانيالا رحمي مجموعة من الهدايا القيمة والثمينة من عدد من المتابعين والمعجبين بمناسبة زواجها من الفنان السوري نصيف زيتون، ووثقت دانيالا الهدايا التي حصلت عليها في مقطع فيديو نشرته عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، أظهر لوحات تتضمن صورتها مع نصيف من حفل زفافهما، بالإضافة إلى بعض الهدايا من الذهب وغيرها من الأمور التي عبر من خلالها الجمهور عن حبهم الكبير للعروسين دانيالا ونصيف، متمنين لهما حياة سعيدة مليئة بالحب. وأرفقت دانيالا الفيديو بتعليق باللغة الإنجليزية شكرت من خلاله الجمهور وكل من قدم لها هدية تعبيرا عن حبهم لها ولنصيف. You are my best friend, my only best friend. You're never lonely or sad. You keep. وفي سياق منفصل، كان تصدر اسم النجم نصيف زيتون حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن شارك مع متابعيه على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عفوي يوثق الأجواء المميزة التي تسيطر على كواليس تسجيل أغنيته في الاستوديو. وفي التفاصيل، نشر نصيف فيديو أظهر الجانب الآخر من نصيف زيتون الفنان المليء بالحياة والحيوية والمرح واللحظات المضحكة، إذ كان يقوم ببعض الحركات العفوية والجنونية خلال تسجيل أغنيات ألبومه بالأحلام، فأرفق الفيديو بتعليق قال فيه: وراء كل أغنية في ألبوم بالأحلام لحظات جنون وضحك ما بتنتصر.